5 أعوام من الحرب في البلاد كانت كفيلة بتوجيه ضربة قاضية للتعليم في اليمن، إذ شهدت العملية التعليمية تدهورا لم يسبق أن شهدته البلاد من قبل. فبحسب تصريح وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، فإن قرابة 3000 مدرسة أغلقت أبوابها خلال الحرب، إما بسبب القصف أو استخدامها سكنات عسكرية أو نزوح الطلاب من المدن والأرياف. كل هذه المدارس التي أغلقت أبوابها كانت مدارس حكومية يتم التسجيل فيها برسوم رمزية ليكون التعليم متاحا أمام الجميع، لكن إغلاقها دفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى فتح مدارس خاصة، فتزايدت أعدادها عاما بعد آخر حتى لا يكاد يخلو منها شارع في بعض المدن اليمنية. عن تزايد أعداد المدارس والجامعات الأهلية والخاصة مقابل إغلاق العديد من المدارس والجامعات الحكومية سيكون موضوع حلقتنا الأول لهذا اليوم، المحور الأول. أما أبرز الأسباب التي جعلت أعداد المدارس الخاصة تتزايد بهذا الشكل المهول، ومن المستفيد من وراء ذلك، وكيف ينعكس هذا الأمر على العملية التعليمية والطلاب، خصوصا أولئك الطلاب المنتمين إلى أسر فقيرة غير قادرة على دفع تكاليف هذه المدارس. أما في المحور الثاني من هذه الحلقة فسيكون عن استمرار قطع الرواتب عن المعلمين في السنوات الأخيرة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، كيف يؤثر ذلك على العملية التعليمية، وكيف يواجه هؤلاء المعلمون ظروف الحياة في ظل انقطاع رواتبهم. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نذكركم أنه يمكنكم المشاركة في موضوعي الحلقة المحورين من خلال اتصالكم عبر أحد الأرقام الموضحة أسفل الشاشة. ونبدأ باستقبال أول اتصالات معنا. هائل محمد من تعز. هلو. مرحبا بك هائل، مساء الخير. مساء النور. هل كيف هو وضع المدارس في تعز؟ هل ما زالت تعاني المدارس الحكومية من تمركز المسلحين فيها وإغلاقها وانتشار أيضا المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة قصدي؟ في بعض المدارس اللي هي موجودة على خط النار هذه، يعني هذه لا زالت لحد الآن يعني سكنات عسكرية. نعم. اللي هي موجودة على خط النار. أما بالنسبة لل سواء كان من الطرف الشرعية أو الشرعية أو من الطرف الميليشيات الحوثي. أما بالنسبة للمدارس الخاصة، المدارس الخاصة قد أصبحت زي ما الدكاكين، بكل حارة، بكل ضغط، بكل شارع، بكل يعني يستأجر لك شقة ويعمل لك مدرسة. يعني مخرجات اي كلام. المهم انه هل سمعتم من قبل انه في طالب في مدرسه خاصه قد ارتب؟ هذا مستحيل. لا يعني اصبحت يعني برايك هاي ما سبب تزايد المدارس الاهليه والخاصه في الفتره الاخيره؟ الربح، الربح السريع. يعني تقر حروب، هذا مستغل الفرصه الان لانه لا رقابه ولا اي شيء. يعني الربح مرحبه، يعني ارباح مهوله جدا. يعني ممكن بمبلغ بسيط تفتح لك مدرسه، تستاجر لك عماره وشقق كم شقه وتستاجر لك. واما المخرجات لما يتحول الطالب من المدرسه الخاصه الى المدرسه الحكوميه يكون شهاداته في المدرسه الخاصه امتيازات، لما يرجع المدرسه الحكوميه يعني ادنى من المتوسط، يعني مستواهم اي كلام. المهم انه تدفع. هل انا قد سمعت انه هل يدرسوا في المدارس الخاصه؟ ما فيش. طيب حتى اذا وجد رقابه من الموجهين، ولا طبعا في موجهين للمدارس الخاصه من التربيه، بس يروح هنا نعاني باليمن هنا او بالذات في المناطق المحرره، احنا نعاني من ازمه ضمير وليس ازمه رقابه. ازمه ضمير يعني يروح يرفع له، يمكن يدي له رشوه ورفع تقرير اوكي. يعني ما اصبحوا اصحاب المدارس اصبحوا تجار حروب، يعني الارباح والطالب ينجح على طول، ما في شيء كلام. نعم. وهل برايك كيف ينعكس ذلك على العمليه التعليميه، تزايد اعداد المدارس الخاصه؟ كما ذكرت في قبل قليل ان الطالب يكون درجاته ربما ضعيفه في المدارس الحكوميه، فجاه يذهب الى المدارس الخاصه يخرج بشهاده ونتائج مرتفعه، هل معنى ذلك انه يتلقى تعليم افضل، ام انه يتم اغراء الاهالي بهذه الطريقه؟ لا بالعكس، هو عباره عن تمويه للاب يعني لاولياء الامور
انه هذا الطالب مستواه جيد جدا او ممتاز، بس اذا راح مدرسه خاصه يكتشف، يعني مدرسه حكوميه، يكتشف درجاته انه ادنى من المتوسط. هذا هو كله علشان عامل الفلوس فقط لا غير، لانه لا يوجد رسوب في المدارس الخاصه. حتى في الجامعات مثلا، الجامعات الذي يتقدموا مثلا للجامعات الحكوميه والشلو اختبارات القبول يرجعوا للمدارس الخاصه، يعني في الجامعات الخاصه وتقبلوا بكليه الطب والهندسه. قد كان في قرار ممنوع بكليه، يعني انه يفتحوا كليه الطب في الجامعات الخاصه، والان قاعد يفتحوا لنا كليه الطب، كليه التطبيقيه مدري ايش وهذا. بس وهناك مكان كذلك في اطار الجانب الحكومي، انه بالجامعات الحكوميه في فساد كذلك في كليه الطب والهندسه، انه هذه المقاعد محجوزه لابناء الدكاتره والمسؤولين. مهما كان الطالب ذكي وهو لا يوجد وساطه، لا يمكن يدخل هذه الكليات، لا الطب ولا الهندسه، يعني كلها محجوزه لابناء الدكاتره والمسؤولين. نعم. لذلك يعني في بعض مثلا الطلاب، في من بعض الطلاب عيال التجار مثل ايش يتقدموا، يجي لك يعني معدل تسعينات ولا يستحق حتى 60، يجي معدل 90 يفشل في اختبارات القبول في الجامعه، فاذا درس في الجامعات الخاصه ما بعدين يخرجوا بمخرجات. ايش من المخرجات؟ يخرج طالب يعني دكتور فاشل، مهندس فاشل، مدرس فاشل، يعني كل يعني نعم. إذا هايل محمد كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة. اتصال آخر معنا، عمار غالب من صنعاء، مرحبا بك عمار، مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمار. أهلا بك عمار. عمار، كيف هو الوضع في صنعاء؟ هل تشهد أيضا كبقية المحافظات تزايد لأعداد المدارس الخاصة؟ والله المستوى التعليمي باليمن يتعرض لكارثة على مر العصر، يعني ما قد شفناش نفس الكارثة الذي يتعرض له التعليم نفس ما تعرض له الخمس سنين اللي مضت بسبب الحرب يعني. نعم عمار، هل تحدث عن بعض الأسباب التي دفعت بإغلاق عدد من المدارس الحكومية في تعز؟ ماذا بالنسبة لصنعاء؟ لماذا يتم إغلاق المدارس الحكومية في صنعاء؟ هو السبب الرئيسي اللي أغلق المدارس في صنعاء والذي تعز واللي بأي مكان باليمن هو العمل الأساسي، راتب المدرس. المدرس لما ما يكونش معه راتب ما يقدرش يقدم اي مستوى ولا يقدر يقدم اي شيء، لانه يعتبر العمود الفقري بالاسره هو الراتب، فيلجا الى عمل ثاني يفشل التعليم. وكمان تدهور التعليم باليمن مما يجعل الطلاب يجيبوا معدلات كبيره في الثانويه العامه، اقل طالب يجيب يعني فقط 80 او 85 ومستواه بالاملاء، يعني حتى واحد في الطالب هذا يكتب احسن منه، هذا بشر ذريع بالتعليم. والسبب هو الحرب الشرعيه بالاول والاخير الشرعيه يعني. نعم، إذا عمار غالب كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك، شكرا لك أنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من تعز، معنا عبد الله العباسي، مرحبا بك عبد الله، مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بك عبد الله، من المستفيد برأيك من إغلاق المدارس الحكومية وتزايد أعداد المدارس الخاصة وأيضا المعاهد الخاصة؟ طبعا المستفيد من ذلك باعتقادي هم اصحاب رؤوس الاموال الذين يتخذون الجامعات الخاصه كما اعتقد دكاكين بيع الشراء والمتاجره. ولعلك تجدين في بعض الجامعات مثلا من يمتلك اقساما علميه دون وجود كادر حقيقي قادر على اخراج النخب الطلابيه المناسبه، فقط تجدين انهم يفتحون تلك الاقسام للمنافسه والاستعراض والإعلانات فقط. أيضا هناك نستطيع أن نقول أنهم أصحاب المصالح المرتبطة بذلك مثل الدكاترة الذين عزفوا عن أداء وظائفهم بالجامعات الحكومية وسجلوا صوب الجامعات الخاصة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى خاصة أيضا أصبحت كما نرى أنها تتكاثر بشدة في مختلف المحافظات مما ادى الى زياده الاقبال على تلك المدارس تحت ذريعه انها جوده التعليم، وهذا ايضا يؤثر سلبا على الطلاب الملتحقين بالمدارس الحكوميه والجامعات الحكوميه.
نعم عبد الله، وكيف هو مستوى التعليم في هذه المدارس الخاصة؟ هل يلحظ الأهالي أنه ربما يتلقون تعليم أفضل؟ المدرسون في هذه المدارس الخاصة ينتظم رواتبهم، ما الذي يدفع الأهالي لأن يرسلوا أبنائهم إلى المدارس الخاصة رغم الوضع المعيشي السيء الذي يمر به المواطنين في اليمن في الفترة الأخيرة؟ طبعا جودة التعليم بالجامعات بالمدارس الخاصة على وجه الخصوص أعتقد أنه أفضل بقليل من الجامعات الحكومية، وذلك ليس لسبب إلا أن الجامعات لأن المدارس الخاصة تسعى وبكل إمكاناتها أنها مميزة، إلى أنها دائما تسعى إلى الرقي والتميز في مستوى التعليم الذي تقدمه، وزيادة إقبال الناس على تلك المدارس كما قلت سابقا أنه تحت ذريعة جودة التعليم. ومثلا تجدي أن بعض المواطنين أنهم لا يهمهم مثلا مهما كان الوضع، هم فقط أغلبهم يسعون إلى جيل متعلم ولا يهمهم ذلك، وهذا يؤثر سلبا على المدارس الحكوميه يعني هناك اهمال شديد للمدارس الحكوميه. نعم. بحجه انه مثلا عدم انتظام الرواتب، بحجه انه المدرس لا ياتي بالتزاماته في المدارس الخاصه. صحيح. لكنك تجدينه اكثر التزاما في المدارس الحكوميه، المدارس الخاصه عفوا. نعم، إذا عبد الله العباسي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام معنا اتصال آخر أيضا من تعز، معنا أنس علي سلطان. أيوة أنس ماشي. مرحبا بك أنس، مساء الخير. لا. أنس، في ظل تدهور العملية التعليمية في اليمن وإغلاق عديد من المدارس الحكومية لأبوابها، الناس اللي مش قادرين يودوا أبنائهم إلى مدارس خاصة، أنس ما مصير أبناء هؤلاء؟ طبعا مصيرهم التفلت والضياع. المدارس الحكومية في تعز أصبحت لا تؤدي دورها كما هو مطلوب منها، الكتاب المدرسي غير موجود، هناك أيضا ضغط كبير وجود بعض المدارس في خطوط التماس مع الحوثيين مغلقة، فهذا الوضع يعني أدى إلى ضغط كبير على المدارس الحكومية، بعضها أيضا مغلقة، بعضها يوجد فيها جماعات مسلحة، فأدى ذلك إلى تفلت الكثير من طلاب هذه المدارس خارج المدرسة. نعم أنس، برأيك ما هي الحلول التي يمكن أن تتخذها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة التربية والتعليم وأيضا التعليم العالي، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تضع حد لإغلاق المدارس الحكومية؟ الحل هو في تسليم المدارس على القيام بدورها على الوجه الأكمل مع تطبيق اهلي، يعني اصبحنا الان في كارثه كبيره جدا، يعني في ظل نعم انس، هل ما زلت معي؟ في المدارس الاهليه بشكل كبير. فتطبيق معيار التربيه والتعليم على المدارس الاهليه وضبط هذه المعايير وتقييس دورها يؤدي الى اتجاه الناس واتجاه الحكومه الى معالجة الاختلالات الموجودة في التعليم الحكومي. نعم، إذا أنس علي سلطان كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام نذهب الآن لاستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب. المدارس الخاصة عليها رقابة، عليها رقابة، لكن صار العامل المادي هو الذي ايش يسير هذه المدارس، والمواطن نفسه يضطر أنه يخرج ابنه من المدرسة العامة ويذهب به إلى المدرسة الخاصة بحجة أنه ما فيش تعليم في المدارس الحكومية، هذا السبب. السبب الثاني أنه صار الجامعات الخاصة
لها يعني تفتح كذا من دون ايش؟ من دون ضوابط ولا في معايير ولا في كذا، وتفتح سواء كانت الجامعة أو المدرسة. وهو الأصل ايش؟ لا تفتح أي مدرسة إلا إذا توفر فيها المعايير. اليوم صارت المدارس يعني مدرسة بجوار مدرسة ومدرسة بجوار مدرسة، فطغت هذه المدارس الخاصة والجامعات الخاصة على المدارس الحكومية وعلى ايش؟ وعلى الجامعات الحكومية. الكثير من السلبيات التي حدثت نتيجة هذه المدارس او ظهور المدارس والجامعات الخاصة في ظل صمت رهيب من قبل الدولة ومن قبل السلطات المحلية ومن قبل المسؤولين القائمين على هذا على هذه المرافق التعليمية. المرافق التعليمية العامة الآن تذهب نحو تدمير الشامل. الكثير من المدرسين ذهبوا للعمل في جامعات خاصة ومدارس خاصة وتركوا المدارس العامة، وبقى هناك كم كبير من الطلاب لا يجدون حقهم في التعليم وحقهم في التدريس وحقهم في التحصيل العلمي. الإقبال على المدارس الحكومية بشكل كبير جدا، الكثافة نقدر نقول أنه السنة هذه الكثافة زايد حدود ثلث عدد الطلاب، كما أن الكثافة أيضا موجودة في المدارس الأهلية. نقدر نقول أن المدارس الأهلية تحل لنا جزء من المشكلة، المدارس الأهلية والجامعات تحل لنا جزء من المشكلات التي موجودة في المدينة بسبب عودة الناس إلى المدينة، بسبب الإقبال الكبير لدى محافظة تعز على التعليم وعلى العلم. فنقدر نقول أنه الجامعات الأهلية والمدارس الأهلية هي جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. في النسبة للجانب التعليمي في الجامعات الحكومية غير الحكومية الخاصة، هو يعتبر من باب الاستثمار. هناك بعض المستثمرين أو التجار أو رجال الأعمال لم يعتبروها أن التعليم يعني يكون فارق عن المدارس الحكومية أو يتفوق فيها الطالب، اللهم إنهم نظروا إلى الجانب الاستثماري. فأكيد يعني الطالب عندما لم يجد في الجانب الحكومي أكيد سيذهب إلى، وخصوصا أن المعاناة مثلا أكثرها في تعز بجراء الحصار والحرب. هناك مدارس أغلقت وكانت مدارس نموذجية لم يستطع الناس أن يذهبوا إليها لأنها وقعت في خط النار. بالنسبة لانتشار المدارس والجامعات في الفترة الأخيرة خاصة بعد الثورة الشبابية بسبب نزوح كثير من المدرسين وضعف القيمة الشرائية للريال اليمني، فكان الموظف هذا يتحول إلى المدارس الخاصة، والخروج هذا من المدارس العامة تبع الدولة. إذن مشاهدينا الكرام نستمر باستقبال اتصالات هذه الحلقة، ومعنا أحمد القاضي الذي ينضم إلينا من القاهرة. مرحبا بك أحمد القاضي. أهلا وسهلا أستاذ أمل. نعم أحمد، برأيك من وراء إغلاق المدارس الحكومية خاصة في تعز؟ يا أستاذتي الكريمة، أولا دعونا نعرق قليلا للوراء. أولا المدارس الحكومية أصلا يعني تحتوي على عدد كبير من الطلاب وعلى عدد كبير من المدرسين، هناك فوضى أو عدم تعليم صحيح في المدارس الحكومية، مما يضطر بعض الآباء أن يذهب بابنه إلى مدرسة خاصة تهتم به، وهناك مستثمرين أحبوا أن يستثمروا هذا المال لتنمية تجارتهم وفتحوا مدارس خاصة وأصبحت مدرسة أمام مدرسة أشبه بدكاكين أو أشبه بكوفيات. فالمتسبب الأول والأخير نكون صريحين هي الدولة، لأنها لم تتبنى سياسة صحيحة لترشيد التعليم. هناك كفاءات في المدارس الحكومية، كفاءات غير عادية، لكن لم يجدوا الفرصة الحقيقية لإثبات كفاءتهم. أولا يعني هناك المدارس الحكومية فوضى، عدم انضباط، رشوة، يعني احيانا قد يكون الطالب راسب لكن لانه يعرف المدير او يعرف وكيل يدفع يعني مبلغ وقدره يعني يسموه زائد ناقص فينجح. عدم احترام للمعلم، فالمعلم اصبح يشعر انه مهان، هناك من يتدخل في صلاحيته. المعلم كمان يا استاذتي الكريمه راتبه بسيط جدا لا يتجاوز $100، فهناك طرف اخر استثمر هذا الشيء وفتح ما يسمى المدارس الخاصه. المدارس الخاصه ليست فقط في اليمن او في تعز، في كل مكان الآن جراء الحرب
المدارس الحكومية تحولت إلى مشارف، تحولت إلى مخازن سلاح. أحمد، في بعض المناطق التي كانت مناطق مواجهات وخطوط نار تم تحريرها منذ 5 سنوات، ومع ذلك لم يتم تطبيع المدارس والمعاهد الحكومية في هذه المناطق، ورغم أنها تحررت منذ فترة طويلة منذ 4 و3 سنوات ما زالت إلى الآن ثكنات عسكرية. نعم. وتتمترس فيها الجماعات المسلحة. نعم يا أستاذي، هناك مدرسة 26 سبتمبر، وهناك مدرسة ناصر، وهناك مدرسة ثانوية تعز التي تعتبر ثانوية تعز الكبرى التي تخرجنا كلنا منها. إلى الآن لم تعد، أين دور السلطة المحلية؟ هناك مستثمرين لا يريدون الانقطاع الحكومي أن يعود، خشية أن يهدر استثماراتهم الخاصة. يا أستاذي الكريم، الآن فتحت جامعات خاصة بشكل غير عادي، بشكل كبير. هناك تراخيص تسحب من وزارة التعليم العالي، من وزارة التربية والتعليم لفتح مدارس. وعلى فكرة حتى في الخارج هناك يعني مدارس فتحت ومبالغ كبيرة مهولة. فالأب الأخير يريد أن يدرس ابنه في مدرسة يثق فيها، ينجحه يعني بشكل يؤهله، خاصة مع توقف الدراسة في مناطق كثيرة. المدرسين يعانوا أحيانا في إيصال المعلومة للطلاب. يا أستاذي الكريم، الآن هناك مستثمرين لا يريدون عودة المدارس الحكومية لأنها ستقضي. أنت لو تلاحظي الفارق السعري بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فارق مهول بنسبة 3000%. في المدارس الحكومية قد تسجل ابنك 600 إلى 1000 ريال، في المدارس الخاصة تبدأ من 150,000 إلى 240,000. الآن هناك استثمار جديد ظهر على السوق وهو اللغات أو الإنجليزي، تنشئة الطالب باللغة الإنجليزية ما عدا المواد العربية مثل القرآن والإسلامية واللغة العربية. هناك مجال جديد كل مرة يظهر تطوير. نحن مع استقرار المدارس الخاصة، لكن في نفس الوقت لازم أو يجب تفعيل دور المدارس الحكومية وعودة المدرسين. الآن الرواتب في المدارس الخاصة يا أستاذ الكريم لا تتجاوز 70 دولار بالكثير، إذا نجحت 100 دولار. هناك الآن الغش، يعني بعض الطلاب حتى وهو يدرس في مدارس خاصة لا يبالي بدراسته، يقول لك أنا أدرس بفلوسي. الآن التعليم في اليمن ينجرف انجراف هائل، سواء في مناطق الحوثي أو في مناطق المتاخمة الشرعية. أين وزارة التربية والتعليم؟ أين دور الحكومة؟ أين دور السلطة المحلية؟ نريد موقف جاد من هذا العبث الذي يحصل. الذي يحصل هناك تكاكين وطوافي تفتح. نعم. وليس مدارس. وايضا من المفترض ان يتم فتح هذه المدارس الخاصه وفق معايير خاصه وتصريحات من وزاره التربيه والتعليم، وتخضع ايضا للرقابه. احمد القاضي، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال اخر من تعز، رائد عبد الكريم. مرحبا بك رائد، مساء الخير. مساء النور رائد. أحد من كان معنا في التصريحات التي عرضت منذ قليل قال المواطن اليمني يضطر إلى أخذ أبنائه من المدارس الحكومية ومجبرا يذهب بهم إلى المدارس الخاصة لأنه لا يوجد تعليم في المدارس الحكومية. هل ذلك صحيح؟ هل أصبح الوضع في اليمن أنه لا وجود للتعليم في المدارس الحكومية؟ بمستوى كبير هذا الكلام صحيح. هناك إهمال في المدارس الحكومية، هناك ندرة في عدد المدرسين، لا يوجد عمل حقيقي من قبل مكتب التربية لتوفير المدرسين لهذه المدارس لغرض استكمال العملية التعليمية وموازاتها بالمدارس الخاصة. يضطر أولياء الأمور للذهاب بأبنائهم إلى المدارس الخاصة لغرض الحصول على تعليم جيد لا يتوفر في المدارس الحكومية، والذي هناك بسبب نقص المدرسين وتغيب الكثير منهم بحجة ذهابهم لعمل في مهن أخرى أو الالتحاق في السلك العسكري حتى أو العمل بأي مجال آخر، بحكم أن له لا توجد رقابة على هؤلاء المدرسين وتطبيق قانون العقاب والثواب عليهم لغرض إيجاد خصميات معينة تعمل على إيجاد حلول معينة والالتزام بالدوام. نعم رائد، هذه المدارس الخاصة والأهلية التي تفتح، حتى أن أحد ضيوفنا قال أنها أصبحت في كل شارع داخل محافظة تعز أيضا وبقية المحافظات، هل تفتح وفق تصاريح من وزارة التربية والتعليم؟ هل تتبع معايير الخاصة لأخذ التصاريح ولا فتح مثل هكذا مدارس؟ من الملاحظ في السنوات الماضية
سنوات الحرب بالتحديد فتحت الكثير من المدارس الخاصة أبوابها ووجدت مبتغاها من خلال تواجد كثير من الطلاب والذهاب إلى هذه المدارس والالتحاق بها. لكن هناك أولياء أمور لا 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 يجدون مستوى دخل معين لتوفير هذه الحاجة لهذا المتطلب لأبنائهم، فيفضلون الذهاب إلى المدارس الحكومية رغم أن هناك التعليم منهار، لا يدرس الطلاب في هذه المدارس بين حصة إلى حصتين إلى ثلاث بالأكثر. على مستوى مدارس البنات هناك تعليم مميز، لكن على مستوى مدارس البنين لا يوجد تعليم معين ولا يوجد تعليم بالشكل المطلوب. الكثير من هذه المدارس الخاصة لا تستوفي الشروط حتى للالتحاق بالتعليم الأهلي. مجرد افتتاح شقة معينة أو مبنى معين مكون من عدة غرف أو عدة طوابق وسميت مدرسة خاصة ولا توجد تراخيص للعمل أو مواصفات معينة من قبل مكتب التربية وإدارة التعليم الأهلي بالمكتب. نعم، إذن رائد عبد الكريم كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب لاستطلاع بعض التصريحات أو بعض التعليقات التي وردتنا على موضوع أو محور هذه الحلقة. أول تعليق كان من ردفان الحيدري الذي قال: ومن العجيب أنهم يعملوا على تهميش المدارس الحكومية وكذلك الجامعات ويعملون بكل جهد وإخلاص في مدارسهم الخاصة. في تعز المدينة في كل حارة أقل شيء يوجد مدرستين أهلية، من استأجر له كم دكان وجاب مدرسين ومدرسات أبو 20,000 بالشهر فتح له مدرسة، وللأسف كل من تسبب بذلك هو انقطاع الرواتب عن المدرسين، اضطروا إلى أن يذهبوا إلى المدارس الأهلية أو الخاصة. تعليق آخر من أسامة الفهيدي يقول: ظلت المدرسة الحكومية مغلقة خلال سنتين في بداية الحرب، منها كانت مقرات للتدريب العسكري ومنها سجون وبعضها ما زالت مكان، فكان البديل هو المدارس الأهلية. تعليق آخر من وديع حامد يقول: التعليم هو أساس بناء الأجيال، لكن مع شديد الأسف أصبح التعليم حاليا في حالة يرثى لها، لم يعد يهمهم أمر التعليم بقدر ما يهمهم هدم هذه اللبنة الأساسية لبناء جيل واعي، هم فقط يسعون بكل جهد لتدمير أساس بناء الوعي للأجيال القادمة. فمثلا في مدينة تعز تسعى بعض الأطراف لإغلاق كافة المؤسسات الحكومية، منها المستشفيات كمستشفى الثورة والجامعات كجامعة تعز، ومنها المعاهد مثل معهد الحصب، ومنها المدارس التي لا تزال تقبع تحت سيطرة القيادات العسكرية. كل هذا من أجل افتتاح المزيد من الجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس لرفض ميزانياتهم الخاصة بنظام التشغيل الحزبي. كم ويا كم بيتكلم واحد على التعليم؟ السلام والفاتحة مقدما إلى روحه الطاهرة، إلى روحه الطاهرة. إذن كان هذا هو التعليق الأخير من وديع حامد، وأنا أشكر وديع على أنه لخص الحالة بهذا التعليق، شكرا لك وديع. وبهذا نختم المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني، والذي سنناقش فيه استمرار انقطاع رواتب المعلمين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. لماذا كل هذا التجاهل لمعاناة المعلمين في هذه المناطق من قبل الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والمحلية، وكيف يواجه هؤلاء المعلمين ظروف حياتهم المعيشية في ظل استمرار انقطاع رواتبهم، خصوصا مع ارتفاع متطلبات الحياة المعيشية بشكل مستمر؟ ونستقبل أول اتصالات هذا المحور. معنا من معنا يا شباب؟ معنا فؤاد سالم الذي ينضم إلينا من سيئون، وهو مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين. مرحبا بك أستاذ فؤاد. حياكم الله أختي أمل وبقناة بلقيس ومشاهديكم الكرام.
أهلا بك أستاذ فؤاد. إذا أستاذ فؤاد، تعليقك عن استمرار انقطاع رواتب المعلمين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. لا حقيقة الكارثة كبيرة جدا التي تتعرض لها اليمن والقطاع التعليمي بشكل عام. فالمعلم هو محور العملية التعليمية، وهو باني الأجيال، وهو الذي يغرس القائل والقيم في أبنائنا وأجيالنا الطلاب. لكن مع الأسف الشديد، منذ انقلاب الحوثي ومنذ انقلاب تلك الميليشيات على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر من عام 2014، والقطاع التعليمي يعاني من كوارث عديدة، منها وأبرزها انقطاع مرتبات المعلمين. فلدينا في هذا الشأن أكثر من 166 و443 معلم ومعلمة انقطعت مرتباتهم منذ 4 سنوات. يعني نتصور مثل هذه المأساة التي تعرض لها المعلم، والتي يعاني منها المعلم الذي لديه أبسط متطلبات الحياة مش قادر يلبيها في ظل الظروف الطبيعية السابقة، فما بالكم بالظرف اليوم وهو انقطاع المرتب منذ 4 سنوات، ومطلوب منه في تلك المحافظات غير المحررة الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات أن يداوم، أن يكون موجودا في مدرسته لتدريس الأجيال، لتدريس النشء تلك الملازم الطائفية والتي بعيدة عن الهوية الوطنية، والتي بعيدة عن الوسطية الإسلامية، والتي بعيدة، والتي لا تمثل حتى المنهج الدراسي الذي ننشده، والذي ينشده الوطن، والذي تعب عليه كثير من المختصون والمثقفون المتخصصين في التربية والتعليم في ذلك المنهج، عن طريق تغييره وعن طريق إجراء كثيرة فيه. تعاني أكثر من 15,000 مدرسة من انقطاع بشكل كامل، في انقطاع مرتب أدى إلى عدم حضور المدرسة، عدم حضور حتى المدرسة، أن يوفر حتى مواصلات التي توصل المدرسة، حتى أجرة المواصلات التي توصل إلى المدرسة، فما بالك كيف سيدرس، كيف سيعطي، كيف سيربي، كيف سينشئ تلك الأجيال. تلك المحافظات التي انقطعت فيها المرتبات، اللي هي محافظات بالكامل أكثر من 6 محافظات أمام العاصمة. أستاذ فؤاد، أتت فترة كان هنالك انتظام إلى حد ما بالرواتب في المحافظات المحررة، بالمقابل لم يكن ذات الانتظام في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم أن الحكومة دائما ما تصرح وتقول وتكرر أنها ملتزمة بدفع رواتب المواطنين في كافة المناطق اليمنية حتى تلك التي تخضع لسيطرة الحوثيين. برأيك لماذا لا تعمل بما تقول؟ نحن نناشد منذ فترة طويلة، نناشد الحكومة، نناشد المنظمات الدولية، نناشد دول التحالف العربي التي تدخلت لإنقاذ اليمن، والتي تدخلت لاستعادة دولة المؤسسات واستعادة الشرعية في اليمن، نناشدهم بتجنيب التعليم هذه المأساة وهذه الكارثة وهذه الحرب، بحيث أن تستمر مرتبات المدنيين، مرتبات مؤسسات الدولة المدنية، سواء كانت في المحافظات الجنوبية أو في المحافظات الشمالية. لكن للأسف الشديد لا نجد اذانا صاغيه، ربما اخرى يعني تدخلك في متاهات كبيره وامميه واسعه جدا. يعني حتى المنظمات الدوليه للاسف الشديد التي اعتمدت بعض المنح من 70 مليار دولار مقدمه من المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده في دعم المعلمين في ظل انقطاع المرتبات في المحافظات عليها، تم نهبها، تم قصفها، تم بصوره فجه، بصوره اليات الصرف التي تم الصرف بناء عليها كانت تخضع للاشراف الحوثي واشراف ميليشيات الحوثي واشراف المشرفين الحوثيين الذين البلاد والعباد واكلوا اليابس والاخضر. نعم استاذ فؤاد، انتم في النقابه، هل تقومون بأي تواصل مع الجهات المسؤولة لحل هذا الموضوع؟ بماذا يتم الرد عليكم؟ أطلعنا على الجهود التي تبذلوها أنتم في النقابة. نحن في نقابة المعلمين ابتداء أولا حصرنا عملية التهجير والاعتقال
حصل المعلمين والتربويين في تلك المحافظات من قبل تلك الميليشيات الحوثية، وتم متابعة الجهات المختصة في رعاية أسرهم، في رعاية أسر الشهداء، في رعاية أسر المعتقلين، أيضا مخاطبة الحكومة، مخاطبة الشرعية، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم. أنا جلست مع وزير التربية والتعليم لأكثر من مرة في حلحلة مثل هذه القضايا. لدينا كثير من المعلمين مهجرين نازحين عن بيوتهم، مهجرين من تلك المناطق إلى المحافظات المحافظة. أنا إلى حد ما إلى تثبيت مرتبات الشرعية وعن طريق وزارة التربية والتعليم وعن طريق وزارة المالية والخدمة المدنية عبر الحكومة الشرعية، لكن لا زالت هناك المأساة كارثة، الكارثة كبيرة، خاصة هؤلاء زملائنا الذين يخضعون تحت سيطرة الحوثي. فلدينا بعض التواصلات، عملنا أيضا بعض البيانات، عملنا بعض البيانات للمنظمات الدولية والأممية، عملنا رسالة مبعوث الأممي الخاص باليمن في شأن هذه القضية، لدينا بعض المناشدات أيضا الأممية والدولية في هذا الاتجاه. نعم، إذن الأستاذ فؤاد سالم مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين كنت معنا عبر الهاتف من سيئون، شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد. اتصال آخر من نبيل الفقيه من السعودية، مرحبا بك نبيل، مساء الخير. السلام الله عليك وقت أمال وعلى الجمهور الكريم. أهلا بك نبيل، برأيك من المسؤول عن دفع رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، وكيف يؤثر انقطاع الرواتب على حياة هؤلاء، على العملية التعليمية، على الوضع التعليمي عامة في هذه المناطق؟ أقسم كما يعرف الجميع أن الانقلاب هو المسؤول الأول والأخير عن ما جرى لليمن بأكمله، سواء كان المعلمين أو غيره، وما أحدثه الانقلاب هذه تفاصيل كلها، تفاصيل سواء الراتب أو معارك التي أتت أو تدخل التحالف، كله بسبب انقلابهم، فهم المسؤولين الأول والأخير أمام العالم. ولكن نقول أنه جماعة متمردة ليست عليه التزامات، ليس لديه مواثيق، ليس لديه شيء. يعني إذا ما تكلمنا عن المرتبات الموظفين الذين يتحججون الحوثيين أنهم لا يوجد موارد والعدوان وما أدرك من العدوان وأشياء يستهلكوا بها للعامة ويلهوا بها الناس، بينما يبنوا فلل وبيوت واستثمارات في الخارج وفتحوا مصارف وفتحوا بنوك وفتحوا العمارات الشاهقة، والموظفين يموتون جوع، خاصة في التعليم، هم أرادوا أن يفسدوا التعليم وكذلك أن يشغلوا المعلمين ويذهبوا إلى خارج التعليم وإنهاء الكادر التعليمي بأكمله. هي معركة متكاملة، يعني سواء في المناهج أو غيره. يعني في آخر موازنة وعدت، أنا أعتقد في حسب بيانات الموازنة العامة للدولة عام 2014، في آخر موازنة عامة جرى إعدادها، فإنما يتم صرفه شهريا كمرتبات تبلغ 80 مليار ريال يمني، يعني إجمالي بس دولة عليهم لشهد الحوثيين من مرتبات الموظفين خلال مثلا 6 أشهر بلغ تريليون و200 مليار يمني، يعني استولت عليه الجماعة، وهذه آخر ميزانية وإحصائية للموظفين. ف نهبوا البنك المركزي عندما اقتحم مسلحه ميليشيا الحوثي، نهبوا 107 ملايين دولار، ورفض ان يعطيهم مدير البنك حينها، وفرضوا عليه 23 مليار ريال لصالح المجهود الحربي والا يتم نهب البقيه. فرضت الميليشيا على البنك مثلا تسليم نصف موازنه الجهات الحكوميه بعد ان قررت، وكذلك خلال النصف الثاني مثلا في عام 2015 كشفت تقارير رقابيه عنها بالميليشيات 258 مليار ريال من الخزينه، فلماذا لا تدفع المرتبات ما دام وانها تنهب هذه الاموال كامله؟ مثلا هناك اموال تجبيها نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصه، منها مثلا بنك التسليح الزراعي والبنك اليمني، 2 مليار ريال من شركه الاتصالات الدوليه في اليمن، 10 مليون دولار من المؤسسه الاقتصاديه اليمنيه، 9 مليارات من شركة يمن موبايل، 22 مليار من صندوق النشوة الشبابية. لماذا يتحججون بأنهم لا يوجد لديهم موارد؟ هذه الموارد التي تدخل إليهم بخلاف ميناء الحديدة الذي صار سلة غذائية ومالية لفسادهم. هذه أرقام فقط
تعطينا هذه البدايات التي تحدث في مناطقهم ويتعذرون انه لا يوجد لديهم ايرادات وهم بذلك ينهبون الشعب. يعني هذه ارقام بسيطه من احد التقارير التي خرجت بها احد الجهات الرسميه في الشرعيه، وكذلك التقارير المجانيه كما تقول احد الشركات سواء في يمن موبايل او سيبافون او كذلك المؤسسه الاقتصاديه او البنوك، وكذلك فرضوا يعني وصل حقارتهم حتى على اصحاب العربيات البسيطه. كنت استذكرها انها مزحه او نكته في ترقيم العربيات واخذ 1000 ريال على 7000 ريال على كل رقم، وكذلك كل يوم يدفع 500 ريال للجهات المجهود حربي او المسؤول الحوثيين في السوق. كنت اعتبرها مزحه، وصلوا الحقاره بهم الى ترقيم العربيات البسيطه العاديه، فما بالكم بالبنوك. فرضوا على بيت هايل، فرضوا على كل الاماكن. نعم، اذا نبيل الفقيه كنت معنا، شكرا جزيلا لك نبيل. هل لديك اضافات اخرى؟ اقصد على الشرعيه ان تحرك المنظمات نحو المعلمين والتعليم، اذا ما انتبهنا جانبا ان تحرك المنظمات تحرك ان لا يتدخل التعليم يكون جانبا سواء في المناهج او في الكادر التعليمي من حيث سرق المنظمات وكذلك الاموال التي مثلا عندنا في اب لا يتحصل المعلمين او بعضهم سرق اموالهم الا على القليل من ما اعطته المنظمات للمعلمين، سرقوا من المنظمات انفسها لكي يفسدوا التعليم ويفسدوا المناهج. نعم، اذا نبيل الفقي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من السعوديه وانت صديق البرنامج الدائم، شكرا جزيلا لك نبيل. اذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل الى نهايه هذه الحلقه وختامها كان مسك مع نبيل، نلقاكم على خير في حلقه قادمه، الى اللقاء.